هل تأذن أن نقرأها ونكتب عليها وقف لله ونرجع مجانا خارج الكويت؟ ولا تقول فقط ليست عندي؟ وهذه مشكلة. الكتب التي طبعت من كتبي لها طابعان، أحدهما وهو الأكثر طبع على حساب المطابع أو ناشر أو نحو ذلك. هذا النوع يحتاج إلى استئذان من الطابع والناشر أيضا، وهذا كتاب من هذا القبيل. القسم الآخر وهو الأقل ليس لأحد فيه حق، فيمكن أن يعطى حق النشر من طرفي أنا، وهذا أمر سهل. الرسالة هذه معكونة صغيرة الحجم، هي أخيرا صارت من حق ناشر سعودي يمكن رأيتم، هي مكتبة المعارف. مكتبة المعارف، أيوة. فلو اتفقتم معه أنا ما عندي مانع. جيد إن شاء الله نتصل به. وموجود كان سمعته في، لا موجود هنا في الرياض، أحيانا يأتي إلى هنا بس بدون توقيت محدد. ما اسمه الشيخ تعرفه؟ اسمه الشيخ سعد. نعم. سعد إيش؟ سعد الراشد. الرياض. كتب المعارف. نعم.